وكل الآراء وكل وجهات النظر لازم تكون موجودة معنا في هذا البرنامج. لكنه الغريب أنه الرياضيين هيعملوا وقفة عند رئاسة الجمهورية. ليه؟ هيطالبوا بسحب ثقة من وزير الرياضة كابتن طاهر أبو زيد. سريعا نقيب الرياضيين الأستاذ أو الدكتور فتحي ندى. مساء الخير يا دكتور فتحي. أهلا بيك يا كابتن أحمد. أهلا بيك. يعني إيه وقفة ويعني إيه سحب الثقة من الوزير؟ أنتم لا تملكوا سحب الثقة من الوزير، اللي بيملكها هو البرلمان، والبرلمان مش موجود، وبالتالي كيف تطالبون بسحب الثقة؟ هو أولا اللي اقترح الموضوع ده وطالب بيها جزء من شباب الرياضيين، وكانت مفاجأة غريبة جدا إن هم جولي من حوالي أكثر من أسبوعين اتنين وتقدموا باستمارة، وهم ناس أعضاء في حركة التمرد. وبعدين فوجئت إن هم وخارجين تربية رياضية وجم يطلعوا كرنيهات، فوجئوا بالموقف اللي حصل مع وزارة الرياضة نتيجة لخروجنا. فهم اللي عملوا الفكرة دي وتقدموا بيها، قلت لهم إن احنا قدامنا حلول هتتم خلال أسبوعين، فبعد إذنكم البلد ما هيش ناقصة يعني إن احنا نكون في كذا. فرجع اتنين منهم تاني كلموني من الاسبوع اللي فات لما الازمه تفاقمت وما اتحلتش، ولقوا ان هم مش عارفين يطلعوا الكارنيه وان ده حاصل من الوزاره، فعملوا الاستماره ديت. لما الاستماره ديت بدات تخرج الى حيز النور، بدات ناس من الرياضيين واقتراح انهم يقولوا ان احنا اما رؤساء الاتحادات اللي كلموا المستشار خالد، وانا بمسي على المستشار خالد، هو عند ضيف عند حضرتك النهارده. نعم. اللي كلموه وقالوا له ان احنا، قالوا نفس الاقتراح، قالوا يا اما ان احنا كلنا احنا المسؤولين عن الرياضه في قطاعاتنا في 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 مختلف الاتحادات الرياضيه. فانطرح الموضوع ده فقال للجميع يا اما ان احنا نكون مخطئين لو احنا سكتنا وتسببنا في ان مصر بقت في عزله دوليه في المجال الرياضي، احنا اللي التاريخ هيحاسبنا. امتى هتعملوا الوقفه؟ ايه؟ امتى؟ الاول هم هيعملوا مذكره عرض، هنعمل مذكره عرض من الجمهور ديت لرئيس الوزراء، مذكره عرض من المسؤولين لرئيس الوزراء. يعني ايه المسؤولين يا فندم؟ مش فاهم مين المسؤولين. في نقطه يا كابتن احمد، احنا في فتره زمنيه فيها النهارده لما جينا في حركه التمرد وعملت اللي عملته وخرجت الناس في 30 يونيو والناس كانت بتسال ما السبب، قلنا ان ديت اراده شعبيه. انا بقول الاراده الشعبيه للمجتمع الرياضي في مصر اللي بيمثلها رؤساء الاتحادات، اللي بيمثلها اللجنه الاولمبيه. يعني اذا انتوا اذا عملتوا الوقفه هتبقى اللجنه الاولمبيه والاتحادات والانديه الرياضيه؟ ده اذا اتعملت. لا ان شاء الله هتبقى في الاول في استماره موقعه، هتوصل لمؤسسه للدكتور حازم البدلاوي، ما كانش هتوصل لرئيس الجمهوريه، ما كانش هنطالب بالوقفة الاحتجاجية، ما كانش هنقول ان شاء الله كلنا نقدم استقالتنا ويبقوا على هذا الوزير الذي يتسبب في الصعود بالرياضة الى الهواء. شكرك شكرا جزيلا دكتور فتحي ندى، رئيس نقابة المهن الرياضية.